إليكم اليوم 30 معلومة لم تكونوا تعرفوها قبل 5 دقائق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ هكذا كانت مصيدة الفئران في القرن 19. هي بالأساس عبارة عن مدفع مصغر يشحن بنفس الطريقة التي تشحن بها الأسلحة النارية لتلك الحقبة. إذا كنت تحمل وشماً أو تخطط لوضع واحد، فربما عليك مراجعة هذا الرسم قبل ذلك. هنا يمكنك رؤية المناطق من الجسم التي يمكنك أن تشعر فيها بألم أقل، وتلك التي تشعر فيها بألم أكبر. لكن عليك أن تعلم أن الوشم محرم. حيتان العنبر العملاق، لا تملك أسناناً سوى في الفك السفلي. إنه أمر غريب حقاً. وفي الفك العلوي توجد فقط مسطحات حيث تستقر الأسنان عند إغلاق فمها. هكذا يتثاءب البجع، يتمدد وهو يدفع عموده الفقري عبر فمه. تتوفر الخلايا الدفاعية التي تكون عند الإنسان الذي يعاني من عيب خلقي شاذ على نوى تشبه النظارات الشمسية. إذا كنت تخشى العناكب، فاشكر الله أنك لم تعش على كوكب الأرض قبل 100 مليون سنة. ففي تلك الفترة كانت توجد الأراكني، وهو مزيج بين العنكبوت والعقرب. هل تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية مسطحة بشكل مذهل للغاية، وذلك مقارنة بالتراب المكسيكي؟ هذا هو جدول نمو الرجل الأطول في العالم، روبرت وادلو. ففي سن 5 فقط كان طوله هو 1.63 متر، وفي 8 أصبح 1.83 متر. بلمسة من الفوتوشوب يمكن أن نرى كيف كان سيبدو مايكل جاكسون في سن 50 عاماً لو لم يقم بكل تلك العمليات التجميلية. هذه هي آلة لضغط السيارات، وعندما تخرج السيارة منها تتحول إلى مكعب من المعدن. الملكة الحالية لإنجلترا حكمت لمدة طويلة من الزمن، لدرجة يمكن ملاحظة مسار نموها إلى أن شاخت، وذلك من خلال الأوراق النقدية فقط. هذه واحدة من الأسباب التي تجعل الناس يتيهون بكل سهولة في الصحراء، فرمالها دقيقة لدرجة تعود لمستواها وتمحي أي أثر. إيسلندا هي الدولة الوحيدة حيث لا يوجد بعوض. هذا المبيان يخبرك هل كلمة السر خاصتك آمنة أم لا؟ إذا كانت تتكون من أرقام فقط، فيمكن اختراقها في ثوان. وكما ترى، كلما كانت تحتوي على حروف ومزيج من الرموز والأرقام، كلما كانت آمنة أكثر. بول وأسنان وحتى عيون الأشخاص الذين يفتقدون لأنزيم 1S تشع تحت ضوء أسود نظراً لتراكم البورفيرنيات. ومنذ نهاية القرن 19، لم تسجل سوى 100 حالة في العالم. هناك أكثر من 2 مليون نوع من الساندويتشات المختلفة في قائمة السبواي. عندما يسقط شعاع على الرمال يصهرها في الحال ليشكل قالبا بنفس شكل الشعاع، ويطلق على هذه البنيات مشاعل. إنها هاماكوموري، وهي جيمر ويوتيوبر تبلغ من العمر 90 عاماً. سنترك رابط قناتها في صندوق الوصف إذا أردت زيارتها. الحيوان الذي تراه على الشاشة ليس ثعبانا، إنه وهم. هي في الحقيقة سحلية بدون أرجل، يمكن تمييزها من خلال شكل رأسها وعينيها، فهي بخلاف الثعبان تملك جفوناً. قواطع القوارض لا تتوقف عن النمو أبداً، وإلا ستتلف نظراً لسوء التغذية والصدمات وحتى المشاكل الوراثية، ويمكنها أن تنمو بشكل كبير لدرجة أن تكون بهذا الشكل. هل تساءلت يوماً ما هي السرعة التي تسقط بها قطرة من المطر؟ يتعلق هذا الأمر بقطرها. إذا كان هذا الأخير يقدر بمليمتر واحد، فإن سرعتها تقدر ب14 كيلومترا في الساعة. أما إذا كان قطرها يقدر بمليمترين، فتكون السرعة حينها 22 كيلومترا في الساعة، بينما تلك التي قطرها يتراوح ما بين 3 إلى 4 مليمترات، فسرعتها تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة، وهو ما يعادل 8 أمتار في الثانية. في هذا الفيديو ذي الجودة الرديئة جدا، يمكننا رؤية آلان شيبرد، وهو الشخص الوحيد الذي لعب الغولف على سطح القمر، لكنهم لم يجدوا كرته أبداً. صغار الكنغر مقارنة بالحجم الذي يكون عندها عند البلوغ تكون أصغر 100 مرة مما كانت عليه عند الولادة، ويقدر حجمها بالكاد بحبة الفول. سنحتاج ل3600 مليون من الأشخاص يداً في يد ليعادل محيط الشمس. توجد في البحر الميت جزر من الملح تتكون من المعادن، وقد اشتهرت واحدة منها بوجود هذه الشجرة الوحيدة. الحيوان الوحيد في العالم الذي يملك ظلالاً أرجوانية على جلده هو بليس بوك، وهو ظبي صغير يعيش في السافانا الإفريقية.
بالنسبة لفيلم الأنمي 100 مرقش ومرقش، كان على المنشطين أن يرسموا ما قدره 6 ملايين بقعة. هذا التركيب الفني والإشهاري لسامسونج يوجد بكوريا الجنوبية. هذه الشاشة العملاقة ذات جودة عالية تقدر ب 7840 بيكسل على 1953، مما يجعل الصور الثنائية الأبعاد تعطي انطباعاً لبعد ثالث. الامتياز التجاري لويني بو حصد مداخيل أكبر من تلك التي حولها كل من مارفل وهاري بوتر معاً. وأخيراً، هذه هي اللحظة التي نصل فيها لأعمق نقطة في المحيط، خندق ماريانا، وهو على عمق 11 كيلومتراً تحت سطح الأرض. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.